هل تجوز النية بالصيام بعد طلوع الشمس؟ تجوز للنافلة، تجوز نية الصيام من النهار وصيام النفل بشرط أن لا يكون قد تناول بعد طلوع الفجر الصيام، لأن أصبح ولم يتناول شيئا بعد طلوع الفجر فله أن ينوي الصيام في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أهله سألهم هل عندهم شيء يقدمونه له، فذكروا أنه ليس هناك أو لا يجدون شيئا، فقال إني إذا صائم، فدل على صحة نية الصيام النافلة بعد طلوع الفجر وقبل زوال الشمس لهذا الحديث، ولأن النافلة أوسع من الفريضة. أما صيام الفرض إنه لا يصح إلا بنية من الليل، لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، صيام رمضان أداء أو قضاء، صيام الكفارة، صيام النذر، والصوم الواجب لا يجزي إلا أن ينويه قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع النية من الليل. نعم، جزاكم الله خيرا.